بحال اللي طلقنا ربي يصلح ديالنا. اي والله والحمد لله فهاد الساعه هادي عامين وشهرين اللي قالوا اخرين. الحمد لله دابا الامور ماشيه مزيان. طلبوا الله لا كل شيء مزيان، استقبلونا مزيان، الوثائق الاجراءات الكامله ما لا ما كان حتى شي مشكل الحمد لله. لا اسبانيين ولا المغرب ان شاء الله. هو ضروري نشوفوا العائله وندوروا على الحباب وهذه ضروري داك الشيء. طلبوا الله خير عامين وشهرين. عامين لا والو لا حتى صغرى لا والو ممنوع ممنوع داك الشيء. هذاك فتساق كيقول لك ممنوع صاغه رايح الله. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. الولي يحيى الملك ديالنا، يحيى الملك، الله يطوله في العمر، الله تعالى وتبارك ينصره ويعاونه ربي الحبيب. انا ان شاء الله جيت هذه 15 يوم بالعمره، والبارح توفات العائله ديالنا باليونس وحنا ماشي نعزيه. ويحيى الملك ديالنا وحنا فرحانين بزاف 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 بزاف. انا ساكنه في سبته وطايله بزاف في سبته، وعندي ولادي كلها في سبته، خلقوا كبروا جوجتهم. بالحق يحيى الملك ديالنا والمغرب ديالنا ما يكونش بلاده والو. كنا مقهورين ودابا الحمد لله في هذا النهار احنا فرحانين بزاف ولله الحمد. بزاف د العائلة توفات في سبتة وما ولوهاش الناس د المغرب، ناسنا د المغرب، وبزاف د العائلة توفات برا وما شفناهم شي. ودابا حنا مشرفين ويحيى الملك ويحيى الملك وحنا فرحانين بزاف. الشعور ما نقدرش نعبروا على الشعور ديالنا بعد عامين وشهرين دابا هذه اللي هذا المعبر هو مجدود. والحمد لله اللي افتتح، وكانت الخروج بطريقه سهله، يعني ما كانش شي تعقيدات وديك الشيء. كان سعير اجراءات اللي لابد منا، وكنطلبوا على الله العلاقات تبقى مزيانه دائما هيدا مع اسبانيا والمغرب، فهمتي؟ وحنا اهل واحد وحنا مغاربه نيت، وكنطلبوا الله يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كاينش شي تعقيدات ولا شي حاجه الصراحه اياد، فهمتيني؟ لو انت من الجانب الاسباني كيطلبوا لك التلقيح وكيطلبوا مسائل الباسبور ديالك عادي، ماشي شي حاجه اللي فهمتي. عامين وثلاث اشهر بزاف كنا محبسين، دابا طلقنا السراح. فرحانين؟ لا فرحانين. دابا تشوفوا العائلات؟ العائلة وكل شيء، وأصدقاء والحباب بزاف، والمغرب رجع زوين دابا. لا الوراق ديالك القانون عندك بالقانون صافي. PCR باكوناس ديالك وصافي. أمور كل شيء مزيان. لا ما خرجنا والو، حيت هي حد البدو حتى نعرفوا أمور كيما ماشا والدعوة وديك الشيء عادي. ديك ما نقدروش النهار الأول كتفتحت باش نخرجوا، لا والو، الحاجة بالقانون ديالها اللي يقول القانون نعملوه. إيوا مزيرين بزاف. حنا المغرب هو المغرب صراحة، الله يكذب عليك الكذاب. أنا سائح سعودي، كنت في ميلان ولما سمعت ان الحدود راح تفتح مع سبتة جيت على طول صراحة، شديت الطيارة وجيت علشان ندخل، والشعب كله فرحان ما شاء الله تبارك الله. يعني حاجة وشعور لا يوصف، لان انا من عشاق سبتة. لا ثاني زيارة ايوه ثاني زيارة لي. يعني انتظرت طويل وكل يوم نتابع الاخبار متى راح يفتح، وسبحان الله على حظي لما سمعت انها فتحت شدت الطياره وجيت على طول. جيت من السعوديه؟ جيت من ميلان. ميلان. انا كنت في ميلان سياحه وجيت من ميلان اساسا عشان ادخل بس. شنو يعجبك في سبته؟ وكل شيء فيها حلو بصراحه. كل شيء فيها حلو، السياحه وهذاك الشيء وناخذ الملابس وكل شيء ما شاء الله تبارك الله، كل شيء فيها زوين غزل. زوين بصراحه، وشعبها اهل كرم وطيبه بصراحه. يعني ايش اقول لك، من زمان انا تقريبا من 10 سنوات اجي المغرب. احسن بالنسبه لي احسن بلد في العالم في السياحه، افضل من اوروبا. انا مشيت اوروبا في كل مكان، لكن اقسم بالله هي المغرب جتني افضل مكان في السياحه،
لانه ما شاء الله السياحه فيها حلوه، مناظر، طبيعه، الاثمنه اسعارهم شيء معقول، شعب محترم واهل كرم، بالذات اهل كرم الله يحفظهم ويخليهم ان شاء الله. كنشكروا جميع السلطات على هذا العمل اللي مقيمين بهم، وفرحانين من القلوب ديالنا الداخليه لجميع المغاربه اللي هما بالخارج وبالداخل للملاقات الاحباء ديالهم، وفرحانين من كل شعور القلوب ديالنا بحول الله. والحمد لله على فتح الحدود وباش نخرجوا وندخلوا بسلام ونشوفوا العائلات ديالنا. وقبل ما تفتح هاد الحدود ديال سبته كانوا حدود ديال القصر الصغير مفتوحه، وجينا وشفنا الاحباب ديالنا الحمد لله، والله ينصر سيدنا والله ينصر بلادنا. إذا الشوق والحنين هو العنوان البارز لهذا الحدث، حدث اليوم، ألا وهو فتح المعبر الحدودي باب سبتة المحتلة بعد إغلاق دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا، وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية الإسبانية المغربية. إذن فرحة المغاربة المقيمين بسبتة المحتلة كما تابعتم معنا في هذا الريبورتاج مباشرة من باب سبتة من المعبر الحدودي. إذن السلطات المحلية المغربية والإسبانية وفرت كل الظروف من أجل أن تمر عملية دخول وخروج المغاربة أو الإسبان إلى سبتة المحتلة في أحسن الظروف. فتجدر الإشارة أنه بالنسبة للوافدين على معبر باب سبتة من أجل الدخول يجب أن يتوفروا على التأشيرة الإسبانية أو أوراق الإقامة بسبتة المحتلة. إذن تحية لكم أينما كنتم مشاهدي قناة اليوم 24، معكم عبد الملك العاقل مباشرة من باب سبتة المحتلة.